ازاي وبينزلها ازاي. زي ما انتم شايفين المكنة بتكسر البطيخ. بيطلع من الناحية التانية ليه؟ نتكلم مع عم احمد ونساله ده ايه بقى. عم احمد صباح الفل. صباح العسل. صباح الفل عليك. انا كده بس بعيد عن ايه عن الدوشه شويه. عم احمد بقى كلمنا على المكنه وقول لي المكنه دي بتشتغل ازاي وهي عباره عن ايه اصلا. هي حاجه سهله بسيطه خالص. اولا الفدان بياخد ساعه وساعه ونص. حط البطيخ من هنا. وينزل يخش في الكساره. يطلع من ورا قش زي ما انت شايف كده. بيطلع قش زي ما احنا شايفين كده. انضف من عيد العم. اللب بقى بيتجمع ازاي وبيطلع منين؟ انا شايف اللب بيطلع من هنا فوق من هنا. البريمة بتاخده من هنا كده. بيخش يتفرم ويطلع تاني ينزل لب لوحده هنا والقشر لوحده هنا. بخش على دورة نظافة. احنا شايفين مية كمان بتنزل هي. الله ينور عليك. يعني دورة نظافة يعني غسيل رباني. الله ينور عليك. قول لنا بقى يا حاج احمد المكنة دي تمام؟ بتاخد وقت قد ايه والايدي العاملة وفرت قد ايه عليها؟ لا وفرت كتير. يعني زمان يعملوا حاجات كده في ايديهم. لازم دلوقتي تحط التشكاره. التشكاره فيها 50 حبايه. خد بالك. ما بتستغرقش دقيقه او دقيقتين. خد بالك. وبتنزل زي ما حضرتك شايف كده حاجه نظيفه شغل نظيف. اللب نظيف ما فيش اي قشر ولا كلام. الحاج محسن صاحب المكنه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الحاج محسن كلمنا بقى عن المكنه شويه. المكنة انت صورتها بالطبيعه اهو. تمام. دي كان الاول بيجيبوا انفار. الانفار دي بتقعد مثلا من 20 ل 30 نفر في الفدان. بتاخد يوم واثنين تفتيح فدان واحد. وقت بسم الله ما شاء الله الفدان ساعه. بسم الله ما شاء الله ساعه وتلت في العمامه. حبايه نظيفه وشو زي ما انت شفتها. يعني انا شايف ان البطيخه تمام بتطلع سليمه وبتخش في دوره بتخرج من الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين كده. هي بتطلع من شبه تمشي بتطلع الحبايه. تعالى معايا حضرتك. اهو اللب على الطبيعه ده اللب اللي احنا بناكله بنقزقزه. سوبر. احلى ما في الموضوع ان المكنه صناعه مصريه مليون في المية. زمان مش من النهارده. الستار قديم. محسن قديم. وعلي بدر ده اخويا الصغير. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. خلينا البلد قبل سنتين. تعتبر قلعه صناعيه. كلمنا على الاختراعات المصريه ال 100%. بالنسبه للمكنات. تخلب وتضم وتدرس وتعمل لب. وبعدين صنعنا مكنه. طبعا دي ما فيش حمام. ونفر واحد بعد الحرب. وبعد كده بنصنع بآله. الحاج بنصنع عماله ربنا يبارككم. برضه صنعها بدون ولا نفر معاه. بسم الله ما شاء الله. عماله خالص. ما شاء الله. ما شاء الله. بعد كده صنعنا المكنه دي. بعد كده وبندي كل اللي علمناهم في الصنعه. ما بندخلش على حد. بقالنا قد ايه يا عم الحاج في الموضوع ده؟ 24 سنه و25 سنه. بسم
بسم الله ما شاء الله. علمنا 14 واحد فتح ورشه. الله اكبر الله اكبر. ربنا يكرمهم يا رب وبندعي لهم وبنديهم كل اللي هم عاوزين. حق يعني بعنا الات من دي اتباعت لناس. اه. وفي الات تانية بعناها في اه في الصعيد في سوهاج في كفر الشيخ في يعني مناطق في بعض الجمهوريه. الموضوع كان زمان يا حاج محسن مرهق يعني احنا طبعا يعني طبعاً. انا شايف ان العماله موجوده هنا مجرد بس ان هي بتلم الحاجه وتحطها في المكنه. حضرتك المكنه قبل المكنه كان ايه الدنيا؟ 20 في الدقيقه. الله اكبر ما شاء الله. مستوى كده 20 في الدم في اليوم. يعني احنا يعني احنا جايين بالزبط. عشان قطر الطريق المكنه كانت اللهم صل على النبي عملت كل المكان ده. اه شوف عامله ايه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهي مكنه كبيره في انواع منها. اه مكنه صغيره اه اقصاها في الدنين ثلاثه. اه في مكنه كبيره ممكن تعمل لها بال 20 في الدقيقه ما شاء الله. بس شوف انفاره شغاله اهي. بسم الله ما شاء الله. مساحه كبيره اهي ما شاء الله. نازله مثلا لسه بعد المساحه دي 100 فدان وفي 150 فدان. اما ابو فدان واثنين ثلاثه دي بيجيب مكنه صغيره بيشتغل عليهم. اه المكن الثاني بقى عندنا مكن ايه ثاني يا عم الحاج؟ في مكن ثاني اللي هو بتاع الغله. اه وفي مكن ثاني محش واقف بتحش برسيم. وفي مكن بيحش بيضم مثلا التربيه اللي هي الترية بتاع البرسيم. في الات كتيره خالص. بالنسبه للصناعات صناعات عندنا كتير. اه يعني ادخل على الصفحه وانت هتلاقي كل حاجه موجوده. عشان ويبقى بالطبيعه احسن. على الطبيعه. اه بالطبيعه زي ما بتشوف. الحاج عبد السلام هو اللي زارع اللب. اه الحاج عبد السلام الراجل اللي احنا معاه قال لنا الوقت كام سنه. كلت الكنتالوب بنت. ما هو يا عم لسه لا السكينه لا. اه قال لنا كام سنه. الحاج عبد السلام كلمنا بقى على زراعه اللب وازاي المكنه وفرت عليكوا وفرت عليكوا ايه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم كل سنه حضراتكم طيبين. وانت طيب يا رب. مهندس اسمه محسن خبير. المفروض ان هو الناس الحلوه اللي زيه كده المفروض ايديها تتلبس حديد يعني. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. احنا في الاول كان العماله متعبه خالص. كنا بنجيب الاول بقى الشغل التقليدي اللي هو الكسوف بتاع الزباله الطشت. اه. وكل خمس ست يقعدوا على طشت. ويكسروا ويكسروا وتعب قلب طبعا يبقى عندك يوم 150 نفر اكثر 1000 نفر بتلاقي النتيجه. اه التكلفه عاليه وال والشغل قليل. اه اما ربنا كرمنا بالراجل المحترم البشمهندس محسن ما شاء الله. امثال الناس اللي حلوه ديت المفروض البلد تخلي بالها من يعني المفروض ده يتكرم. اه صاحب المهندس محسن ده يتكرم. يتكرم والله. ناس حلوه وناس بتفيد البلد. اه وناس الحمد لله فاهمه شغلها. بسم الله ما شاء الله. الحاج محسن معانا دلوقتي بتاع مثلا 10 سنين ما شاء الله. ولا 10 سنين. الاول ما اخترع المكنه ديت. وعمل غيرها كتير وعمل الات ثانيه للرز ولا للبرسيم ولا كذا ولا حاجات كتير حلوه خالص. كلمنا عن زراعه اللب بقى يا حاج عبد السلام. زراعه اللب ده بالنسبه لنا يعتبر هو الايه الشغلانه الوحيده اللي مريحه في الزراعات كلها. تمام. يعني الطماطم طبعا انت عارف انها بتاخد مجهود جامد وتكلفه عاليه. اه. فاحنا الفلاح اللي هو على قده اللي عايز يريح اللي عايز يريح دماغه بعد الطماطم بيزرع اللي اه بتبقى تكلفته اقل تكلفه. فبندعي عندنا ده بس عشان خاطر الشبكة. قول لنا بقى اللب بياخد وقت قد ايه في الارض يا باشمهندس محمد؟ اعتبر مثلا من 100 ل 110 اقصى حاجة. 100 110 110 يوم ولا؟ اه لا يوم. اه زراعته قول لنا بقى المرحلة بتاعت الزراعة بتاعته بتبدا ازاي؟ ويعني كلمنا عن مراحل زراعة اللب. نقول عليه اللب ولا نقول عليه البطيخ؟ يعتبر اللب. يعني يعتبر اللب. اه كلمنا على زراعته بقى. برضه الحته دي في الاول كانت العمالة الاول دلوقتي على المكن يزرع اللب. اه هيكملك مهندس ماشي. الاول بنبتدي بتجهيز الارش. تمام؟ اه عشان الشمس بس. بنبتدي بتجهيز الارش زي كده الشبكه وخراطيم وكده. اه يعني الارض دي كده فيها شبكه وفيها خراطيم ميه. اه خراطيم زي ديت اللي هي الري بالتنقيط. اه ري بالتنقيط. بالظبط. اه كان الاول عشان نزرع كان الاول في ايد عمل. اه بس الصين يعني وفرت مكن اللي هو مكن اسمه بلنتر زراعة. دي وفرت علينا برضه عماله. تمام. تاني حاجه وفرت علينا الباشمهندس محسن ربنا يبارك له. يعني ده وفر يعتبر عمله صعبه للبلد. مكنة مصرية 100% زي ما احنا شايفينها اهي مصرية يا جماعة. الطبيعة كسارة الطبيعة كسارة اللب على الطبيعة صناعة مصرية 100%. معاك يا باشمهندس.
ده الباشمهندس محسن وفر لنا عمله صعبه للبلد جنبه. عندك مثلا صنع حاجه اسمها اللي هو الكومباين الغله اللي هو بيضم بيضم الغل. ده كان بيجي من خارج مثلا من الدوله بتستورده بمبالغ قدر. هو صنع وعدل في حاجات تانية بس هو تصنيع اساسي تصنيع مصر محلي. جايل صنع تصنيع محلي بالكامل كومباين اللي هو المستورد ده بيضم الغله وبيطلع العفش. طبعا العفش ده كان الاول البهايم بتاكله وكده يعني. دلوقتي هو عمل ماكينه بتعمل تضم الغله وبتعمل التبن اللي هو عايز يطلعه يتحط على العلف ومش عارف ايه والكلام ده. زراعه اللب عامله ازاي؟ زراعه اللب عامه يعتبر من اسهل الزراعات. ازاي بقى؟ يعني بتحتاج وقت قد ايه؟ ميه قد ايه؟ بتصرف تكلفه قد ايه؟ يعني الحاج عبد السلام والد حضرتك قال ان هي من اقل الزراعات تكلفه ومن اوفر الزراعات. بالظبط. تمام؟ هي يعتبر اقل نسبه تكاليف في الزراعه كلها. بعيدا عن الخضار رشتين ثلاثه للحمراء اللي هي اللي هو الحشري كده وبتاع. تمام؟ بيتسمد مثلا فسفور بيتسمد بوتاسيوم حاجات خفيفه يعني. حاجات خفيفه. بالظبط. انما كزراعه مثلا ديت اقل مثلا تكلفه. تمام؟ ولكن هو في استهلاك الميه ممكن يبقى استهلاك الميه اعلى شويه. اعلى شويه بالزبط. بيحتاج ميه كتير. لان هو زراعه زي ما حضرتك عارف زراعه صيفيه. تمام. وزي ما حضرتك شايف كده زي ما انت قلت لي اللب بيقعد من 110 ل 110 من 100 ل 110 يوم. الارض بتجيب كام بطن لب؟ يعني مثلا هو يعني من شهر كام لشهر كام؟ يعني 110 يوم دون يعني 3 شهور و20 يوم بالظبط. تمام؟ كده. يعني مثلا احنا في شهر يعني داخلين على 7 اهو. 7 بالظبط. تمام؟ يعني احنا كده زارعين من 3 بالظبط. هل ينفع احنا نزرع تاني خلال الصيف؟ ما هو لسه الصيف ممتد معانا ما خلصش. لا هو يعني ولا هي مره واحده؟ هو اللب اتزرع مره واحده ولكن انت عايز برضه تريح الارض. عشان لو هتزرعها مثلا زرع بيبقى مجهود على الارض بيجهد الارض اللب. لا بالعكس. هو اللب يعني اقتصادي في كل شيء. هو ممكن متعب بس فعملته ولكن بعد توفير المكنه المصريه المحليه ديت مصريه 100% صناعه مصريه 100%. يعني فرط علينا كتير صراحه. يا حاج محسن كلمنا بقى قول لنا اللي جاي ايه بقى في عالم المكن والصناعه المصريه. يعني تحيه لكل شخص بيصنع اله مصريه 100% وبيوفر علينا وبيوفر على بلدنا مبالغ طائله. لازم نديله تحيه ونديله قدره ونديله تقديره. انت نموذج مشرف يا حاج محسن. قول لنا اللي جاي ايه؟ اللي جاي بقى في حاجات احدث وهي موجوده بس عاوزه زراعه مخصوص. وعملناها الحاج عبد الصرف فيها عميل ما شاء الله. وهي عنده في الورشه لسه حاليا. ان هي تمشي تلغي الامطار دي كلها. تمشي وهي ماشيه بتلم بتناول نفسها وتدرس. بس طبعا عاوزه الارض تكون مهيئه للآل. ما تنفعش مثلا فيها يعني فيها يعني معوجات او كده. مثلا تكون بفت كامل 150 فدان ويكون عيد لمسطره. بدات تجربتها فعلا؟ فعلا دي اتصنعت بقى لها كام سنه. بس مش هنين الارض اللي نجرب فيها. دي عند اخويا انا الكبير عاملها. دي احدث من دي كمان ما شاء الله. اما دي احنا اديناها لمليون واحد وواخدينها من ناس قبل كده برضه كانوا عاملين بس بمكان صغير. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي انتشر انتشار كامل. بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه نوفر على الناس. فبالتالي بيمص من الميه نفسها. ويزرع اكنك بيزرع جواه. يعني بياكل من نفسه بالظبط اكنك انت بتزرع اللبايه جوه البطيخه نفسها. تمام. ولكن بالكفاره ديت بتاعت يعني انا ديت لو انت كنت بتعمل الاول فدان بالايد العامله مثلا معاك 30 40 عامل. ممكن مثلا بال 20 عامل دول تعمل لك مثلا 10 فدادين او 20 فدان. تمام. يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه المكنه مصريه وصناعه مصريه 1000000%. مفيش اي تدخل ولا تدخل اجنبي ولا اي حاجه استيراد فيها. مكنه زي ما انتم شايفينها كده بتطلع لب. اللب اللي احنا بناكله اللي هو اللي احنا بنقزقزه دي كده صناعه اللب هنا من معقل. صناعه اللب هنا من ارض مصريه 1000000%. وبايدي عامله مصريه 1000000%. وبمكنة صناعة مصرية 1000000%. صنع في مصر بكل فخر. صنع في مصر بكل فخر. صنع في مصر بلدنا.
بلد الصناعة وبلد الزراعة. يعني خلونا بقى نروح نشوف كده المكنة تاني وتفكرني تاني. ادي اللب بيطلع من هنا اهو. قول لي بقى يا حاج، كل سنة وانت طيب، عامل ايه؟ ورينا اللب كده. ادي اللب اهو يا جماعة زي ما انتم شايفينه كده، طلع لنا شوية لب كده اهو. ادي اللب اللي احنا بنقزقزه اهو، هات لنا شوية في ايدك كده يا حاج. ادي يا جماعة اللب اهو، اللب السوبر اللي احنا بنقزقزه اهو. صناعة مصرية مليون في المية، مكنة مصرية مليون في المية. صباح الفل. قول لي بقى انت ايه الاخبار عندك؟ انت سايق ولا يعني سايق؟ ها كله زي الفل. قول لي بقى انت بتشغل المكنه ازاي؟ يعني خلينا نعبي من هنا كده. كم سنة شغال هنا؟ 10 سنين. بقالك 10 سنين؟ ما شاء الله.